بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زال نهر الخير ينبض بالعطاء، وما زالت وزارة الأوقاف تواصل وقوفها بجوار المستحقين الأولى بالرعاية، وهذا جهد مشكور لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله. وبفضل الله تعالى وتوفيقه اليوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 تم استلام الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام المهداة من وزارة الأوقاف لمحافظة كفر الشيخ وقدرها 2 طن، ليتم تسليمها إلى الأستاذ سيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ ليتم توزيعها على الأسر المستحقة والتي سبق ترشيحها من قبل مديرية التضامن بكفر الشيخ، ليتم توزيعها بعزة وكرامة على المستحقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء من فكر في هذا المشروع الخيري ومن ساهم ومن شارك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 تتسلم مديرية أوقاف المنيا لحوم صكوك الإطعام لتسليمها إلى مديرية التضامن بالمنيا توزع على الأسر الأكثر احتياجا، وبذلك يصبح إجمالي ما استلمته مديرية أوقاف المنيا من لحوم صكوك الإطعام 10 طن.